انت وكيل شيخك عنده ادله وعنده ايات وجاب لك كلام حافظه حامد بابكر جابه هنا ده حافظ الكلام ده من 98 لليله بكرر فوقه جديد ما جابه نفس الكذب على شيخ الاسلام ابن تيميه نفس الكذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفس الكذب على العلماء الكلام الى الان بيقوله ونحن بنرد لك من الايات والاحاديث عرفتها واي زول يعمل شغب جزاهم الله خير ناس الشرطه ديل قاعدين اي زول بيوقفوه في حده عرفتها طيب الزول ده قال الناس ديل قال عاملين لك فوق الله بس ما في اي واسطه بلا اخوان اشوفوا الكلام ده يقولوا في جامعه المسلمين قال يقول لك الله بس ما في اي واسطه اديني مصحف من الجامع اصلا ما بجيب مصحف من عندنا عشان ما يقولوا حرفتوه كمان جيب مصحف من هناك الله قال ما تسوي واسطه ان احنا قلنا رب العالمين قال في سوره الزمر افتح اول صفحه هذه لا جيب المصحف ده افتح سوره الزمر كويس هذه لا ربنا سبحانه وتعالى قال شنو عرفت دارين مناظره مع شيخك اصلا احنا ما عندنا مشكله مع زول والله ما حامد بابكر لا اكل قروشنا ولا عنده معاه مشكله في واطا ولا اسالينا ولا اي حاجه مشكلتنا معاه في الدين يا اخوان لان يا اخواننا الدين هو الذي يملكه الانسان انت اذا بقى ما عندك دين وبقيت مشرك بالله بتخلد في جهنم ونحن ما ممكن نخلي حامد بابكر يدعو الناس للشرك ونسكت ساكت لان ربنا سبحانه وتعالى قال ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون هذه لا سوره الزمر جيب المايك ساكت هذه لا سوره الزمر المصحف هذا ليه جبنا من هنا يا اخواننا كده فسروا لي كلام الله الواضح ده ربنا قال الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دوني اولياء الايه نمره 3 من سوره الزمر شفت ان احنا حجتنا صواقع لا ابويا الشيخ طار لا ركة لا طلع شنبه ده كله ما عندنا ايات بس قال والذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى المشركين قالوا يا اخواننا نحن مشكلتنا وبنتوسل بالاولياء لانه نحن عندنا ذنوب وعندنا معاصي والاولياء قريبين من الله لو توسلنا لله بالاولياء الله بيستجيب لنا الدعاء ربنا قال والذين اتخذوا من دوني اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار ده يا اخواننا ده كلامنا نحن ولا ده كلام القران الايه دي يا اخواننا لو قلنا نحن اسي بنوقف كلامنا ده كله بنوقف والله نمرق وتاني ما نتكلم فيه الكلام ده مش قران يا اخواننا نحن مسلمين ولا ساكت زول يجي ياسينا في قراننا في كلام ربنا سبحانه وتعالى ولو قال هما سانا نحن دايرين معه مناظره برضو دارين معه مناظرة كويس في أي محل يختاره الكلام إن أخواننا منهج الصوفية بيدعوك إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى والله ده الكلام جينا نبينه للناس كويس ما عندنا أي مشكلة مع زول تاني طيب قال دارينك مع الله سبحانه وتعالى قال لك ربنا قال وإذا سألك عبادي عني فإني شنو قريب يا أخواننا ده كلامنا ولا دي سورة البقرة دي سورة البقرة ربنا قال والذين اتخذ ربنا قال طيب يا اخواننا الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله نحن جهاتنا جهات الشرطه الان جهات الامنيه وهي جهات محترمه عندنا وده منهجنا احنا بنحترمه جدا ونقدر كلامنا اللي بيقولوه ونحن مع مصلحه امن البلاد والحفاظ على استقرار الناس وبالتالي هذه المحاضره احنا كان لنا قيمه رد على حامد كلامه الباطل اللي قاله في المسجد ده وضلل المسلمين في المسجد ده هنا ولذلك بطلب من الشرطه ونحن نوفي لهم ان شاء الله طلبهم ده لكن نطلب منكم جميعا تجوا ان شاء الله في مسجدنا هنا بعد صلاه المغرب نحن ان شاء الله حنرد على الكلام ده كله واي واحد من الصوفيه ديل داير فرصه يناقشنا يجادلنا في كلامنا ده ان شاء الله بالتي احسن وبالحكمه والموعظه الحسنه كما قال المولى عز وجل ما عندنا اي مشكله فنوعدكم كلنا ان شاء الله بعد صلاه المغرب في مسجدنا حنعمل المحاضره في الرد على شبهات حامل واباطيل القاله لكن احتراما للجهات الامنيه الان احنا بنجيب وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله. الطائر في كتابه وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. والحمد لله القائل في كتابه إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد
والحمد لله القائل في كتابه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا برهان له به، فليس لمن أشرك مع الله سبحانه وتعالى دليل ولا حجة. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القائل: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. وبعد، الحضور الكريم من الآباء الأفاضل والإخوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذا اللقاء، ونشكر بعد حمد الله وشكره إخواننا الذين قاموا على تنظيم هذه الدعوة الكريمة، وهي دعوة لبيان الحق ولكشف الباطل ولرد الشبه، وهي من أعظم وأخطر الشبه التي تهدد إيمان البشر والناس في هذا الوقت وفي هذا البلد السودان، وخاصة في هذه البلدة. وذلك ما تابعتم من قيام الطرق الصوفية مجتمعة باستجلاب مجموعة من الدعاة للباطل الذين ظنوا أنهم سينصرون لهم دينا وأنهم سيقيمون لهم حجة وأنهم سيرفعون بمنهجهم شعارا. لعل من يوم الرابعة معروم عندكم إلى الآن شغالين، وصاروا يتكلمون عن الإسلام الصحيح، ما بيتكلموا عن أشخاصنا ولا بيتكلموا عن عرضنا ولا بيتكلموا عن أموالنا، وإنما بيتكلموا في دين الله سبحانه وتعالى، ونشروا أمور زي ما حتعرف بعد شوية من الكتب هي كلها من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. من اعتقدها فلا صلاة له ولا صيام له ولا حج له ولا أضحية له ولا شيء من أعمال الإسلام. ونحن من باب النصيحة جئنا لرد هذا الباطل، وإن كان أخواننا والمشايخ هنا هم أهل للرد على هذا الرجل الذي لا يأتي بجديد. ولذلك قاموا كتبوا خطاب لواحد اسمه مين، هارون ولا أحمد داود في سوكي ولا غيره، قالوا له بحسب كلامه إنه الوهابية انتشروا في شبابنا، وبالطريقة دي الطرق بتاعتنا دي بتقيف، والناس عندها مصالح وراء الطرق. فقالوا دارينكم تجوا تثبتوا منهج المتصوفة في هذه البلدة. أولا يا أخوانا، الموضوع ما هي لا المريخ ولا موضوع بتاع انتصار لوهابية وما وهابية، ده كله كلام باطل زي ما حتعرف من الكتب. الموضوع هو إنه نحن يا أخواننا بندعو الناس بدعوة الرسل. دعوة الرسل شنو؟ ربنا قال: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ده كلام وهابية. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس
إلا ليعبدون. وربنا قال الأنبياء كلهم دعوتهم أدعو الله براه وخلوا غير الله. لو صالح لنفسه، لو طالح ما تدعوه، ولو صالح ما تدعوه، إنما أدعو الله وحده. وأنا الكلام ده العيب فيه شنو؟ الكلام ده الباطل فيه شنو؟ لو باطل نحن دارين ندخل الجنة، والله نحن ما جينا من هناك عشان نخش النار. في زول جخ يخش النار؟ الناس كلها دارة تخش الجنة. ورونا والله نتوب، والله نبقى صوفية، والله نبقى تجانية، لكن بس ورونا كلامنا ده باطل بالأدلة من الآيات والقرآن والسنة. ولذلك دي رسالة يا أخوانا الناس يفهموها، إنه نحن جينا لبيان الحق. المسألة الثانية، النازل جابوا لهم مجموعة من دعاة الشرك والضلالة، حامد بابكر، محمد المنتصر، هارون ابن مين، أحمد داود، قالوا ديل دارين يناظروا. وفي الجامع العتيق هنا فتحوا فرصة، قالوا يا أخواننا دارين مناظرة مع الجماعة ديل. جولي أخونا دكتور عبد الله آدم، هذا اللي معاكم عنده الصيدلية هنا، صيدلية البيطرية، كل الناس بتعرف، وأستاذ في المدرسة بتاعت المناهل، ولا اسمه شنو؟ المنهل. الناس معروف لديكم. جاءوا داود، أحمد داود، قال له ده طلب بتاع مناظرة، دايرين معاكم مناظرة. قال له جدا. ضرب لنا تلفون طوالي جينا، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. دي خيرات، طوالي ركبنا البوكس وجينا جاري، كل شغلنا الحمد لله خليناه وأهلنا خليناهم، كله كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى. لأن يا أخواننا ده من أعظم الأمور أن تبين الحق للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جينا الليلة قلنا لهم قبلانين المناظرة، المناظرة تكون في منهج الصوفية، انتوا دارين شنو؟ قالوا النقطة الأولى التوسل ودعاء غير الله. النقطة الثانية قالوا مسألة الاستواء والعلو، وكل الكلام ده ما بنجيب لك كلام، بنجيب لك كلام علماء كبار أئمة الأمة كلهم بتعرفه في مشارق الأرض ومغاربها، بيدرسوا كتبهم دي في جميع الجامعات الإسلامية في الدنيا، بيقروا الكتب دي. ولذلك قبلنا المناظرة، شغالين في الجامع الكبير بعد الظهر الليلة، بدوا ينطوا من المناظرة، قالوا جيبوا تصديق، مشينا نعمل التصديق. أخونا مجتبى وأخونا محمد شريف مشوا، بقى يكذب وقال الناس ديل زاغوا من المناظرة. أخونا مجتبى الكلام ده الليلة الظهر، اليوم الأربعاء، ده يوم تاريخي في كشف الصوفية داخل مدينة العباسية ولله الحمد، فهمت؟ مجتبى أخونا رفع له يده، قال له ومشى له قدام، قال له أنت قلت داير مناظرة، الآن دايرين معك مناظرة. إخواننا أنت لو عندك حق بتنط ليه؟ إبراهيم عليه السلام قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فاتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وموسى عليه السلام لما جاءوا السحرة وفرعون قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. إبراهيم عليه السلام وكان فتى، عرفته؟ لما قومه قال له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، ما قال لهم دقيقة نمشي نجيب الكتب وامشوا جيبوا تصديق، لا لا، قال لهم الحجة قاعدة في الرأس، آيات صواقع وأدلة واضحة تبين ما أنتم فيه من عبادة غير الله، عرفتها؟ طوالي بيّن لهم الأدلة. ولما ما قدروا يردوا على إبراهيم عليه السلام قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. مشينا بعد الظهر بعد رفضوا الطلب بتاع أخونا مجتبى،
مشينا عملنا تصديق من رئيس اللجنة بتاعت الجامعة العتيقة ومن الشرطة جزاهم الله خير ومن غيرها من المحلات والتصاديق هذه لا قاعدة الآن موجودة. قلنا لهم دايرين محاضرة في الرد على الزول ده، شكرا وجزاكم الله خير صدقوا لنا. جيت أنا أتكلم استاذنت قال لي جيب التصديق، كلام كويس ده الإمام القبيل. قلنا له كويس بنجيب التصديق. فبعدك بيجوا يكوركوا وبيجوا يجوطوا وبيجوا يعني دارين يضربوا يشاكلوا، نفس الشغل اللي عملوه مع إبراهيم عليه السلام، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، فهمت؟ ده نفس الشغل. ولذلك نحن بنقول يا أخوان الليلة الحصل اليوم نحن نعتبره نصر عزيز وكبير وعظيم لدعوة التوحيد، والحمد لله ونحمد الله ونحن بحمد الله عز وجل انشرح صدورنا، لأن الحق وضح وهم هربوا وجروا مستعدين لمناظرتك، فهمت؟ أي زمان وأي مكان. ونفس ديل طلبناهم في شرق النيل قبل كده، محمد المنتصر هرب، في جامعة السودان الجنوبي 2009 هرب، عرفت؟ في جامعة الخرطوم في الداخلية بتاعت الوسط أخونا مزمل الشيخ رد عليه والطلبة طردوه لأنه ما عنده حجة، عرفت؟ ولذلك أخواننا الناس تفهم إنه النازل ما دائرين المسلمين يعرفوا الحجج والأدلة وكلام العلماء، داري يربطك به لأنه حامد بابكر عنده 3 كتيبات من سنة 98 أخواننا ردوا عليه هنا 3 كتيبات بس، امشي انشر الكتاب ب6000 عشان يأكل أموال الناس، وعنده حجبات بينشرها عشان يأكل من وراء، فهمت؟ وقال للناس التبرك قال بالصالحين بيجوز وهاكم يتبركوا به، قاموا يتبركوا به. الناس جهال يا أخي، عليك الله أنا أتبرك بحامد بابكر، عليك الله أنا لما أتبرك أتبرك كان يتبركت لي بيتس أتبرك بحامد بابكر. ولذلك أخواننا الناس تفهم إنه حامد بابكر زول بيستخدم منهج الكذب والتلبيس والخداع للمسلمين. لما يجي موضوع المواجهة وأنا قلت داير مناظرتي داير ناظرك، طوالب يقوم بزوق ليه؟ عشان ما ينكشف الكذب والدجل والباطل بتاعه. طيب في مسائل كثيرة أثار حامد بابكر ونحن بصدد الرد عليه سريعا، أنه مسائل قديمة والعلماء من زمان ردوا عليها، ودي أخواننا مسائل ما بيختلفوا فيها المسلمين، ما بيختلفوا فيها. طيب أديك من الكذب بتاعه إنه قال يجوز التوسل بالأولية، ينادي الأولية ويسميه توسل. التوسل ده يا أخواننا شنو؟ توسل معناه شنو؟ التوسل إنك تقدم لك عمل صالح لربنا سبحانه وتعالى عشان يقبل دعائك، ده اسمه التوسل، وده أدلة في الكتاب والسنة موجودة. ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وجاهدوا في سبيله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. قال ابن عباس كما ذكر العلامة ابن كثير عليه رحمة الله في المجلد 6 صفحة 420 عرفت، وفي غيرها من المجلدات، قال هي القربة. زي شنو التوسل يا أخواننا؟ 3 نوع. يعني مثلا بالدارج انت عندك ولدك يتخرج من الجامعة ودار يقبله في مؤسسة معينة، بتعرف زول شغال في المؤسسة دي، تقول لي عليك الله ولدي ده انت زول يعني زول 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 شغال مع الجماعة دي، عليك الله يتوسط لولدي ده عشان يقبله، دي اسم الوسيلة. في نوع بيجوز وفي نوع شرك. البيجوز 3 أنواع، تدعو الله بأسمائه الحسنى، تقول يا غفور أغفر لي، يا رحيم أرحمني، يا كريم أكرمني، دي ما حرام يا أخوان، دي بيجوز. تسأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي بي أجاب وإذا سئل بي أعطى،
تسأل الله بقولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، تسأل الله سبحانه وتعالى بيا ذا الجلال والإكرام، دي كلها تتوسل بها لله ربنا بيديك ويستجيب دعاك. ده النوع الياتو الأول من النوع الجائز. النوع الثاني مش الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح. دليله حديث مسلم، حديث ويس القرني، ده واحد من التابعين، النبي عليه الصلاة والسلام أوصى عمر بن الخطاب وهو من الصحابة، قال له في زول اسمه ويس القرني من أهل اليمن، بار بوالدين، كان عنده برص بير منه إلا موضع درهم، الزول ده لو لقيته خلي يدعو لك الله لأنه دعوته مستجابة. لو الليلة حامد بابكر قال للناس الزول اللي عقيدته كويسة وبيصلي الصلوات الخمسة في الجامع، قل لي يا مولانا أسأل لي الله يشفي لي أخوي أو يشفي لي أبوي أو ينجح ولدي، ما كان سألناه. عرفته؟ ده جائز ما فيه حاجة. ده النوع ياتو الثاني، التوسل بشنو؟ بدعاء الرجل الصالح. النوع الأول التوسل بشنو؟ بالأسماء الحسنى، ربنا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. النوع الثاني التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يوكل الله بها ملكا يقول له آمين ولك بمثل. يعني مثلا قلت اللهم أرزق شيخنا عبد الصمد مثلا ولد صالح، الملك يقول لك آمين والتزاتك يرزقك، فجائز ولا ما جائز؟ جائز. النوع الثالث وهو التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. الدليل شنو؟ ربنا قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. آمنا الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ده وسيلة لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقبل دعاءك. ده النوع الكم؟ التالي. يعني قلنا الأول شنو؟ بالأسماء الحسنى. النوع الثاني بدعاء الرجل الصالح. النوع الثالث بالأعمال الصالحة. تقول يا الله بمحبتي للرسول صلى الله عليه وسلم زورني بيتك، فيه حاجة الكلام ده؟ ما فيه حاجة. ده اسمه توسل بشنو؟ بالأعمال الصالحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ده شنو؟ ده التوسل الجائز. التوسل الشركي إنه تقول يا الله بجاه أبونا الشيخ فلان يا الله أعمل لي كده. ده التوسل الممنوع الشركي. حامد بابكر مش قال لك كده، قال تقول يا البرعي تفزعنا وتلحقنا. ده اسمه شنو؟ دعاء لغير الله. ربنا قال دعاء غير الله كفر وضلال وظلم. قال منو؟ قال الله، لأنه قبل في كلامه قال يعلموك شرك بدعة ضلال النار. لا، ده ما نحن، ده ربنا. انت قول القرآن ده باطل عشان تكفر مرة واحدة، تخليك صريح. ده كلامنا نحن. ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس بتين يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ربنا قال في الآيتين الأخيرتين من سورة المؤمنون ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. دار تحرف القرآن، ندس الآية دي، نمسحها، نحكها من المصحف، نعمل لها شنو؟ نشربها من حياة الآية دي، نوديها وين؟ ما ده كلام رب العالمين. عرفتها؟ ولذلك يا أخواننا الزول ده دار يقود الناس للشرك عديل، شرك الراس عديل. يقول لك تنادي الأولياء وتنادي الصالحين
وربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه. الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، خليك من الشرك، من الصغائر معصوم. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا قال له فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. الليلة الأولية لو كلام حامد صحيح، البرعي ولا التجاني ولا المكاشي، هل هم ديل الأولية ديل قاعدين ينفعوا المساكين اللي بيدفعوا لحامد القروش ولا 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 الناس اللي بينفعهم؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة جل يروى أنه أبو طالب أو جد عبد المطلب قاعد والناس بيجيبوا له وبيخدوا له قروش أو نفقات أو ما أشبه. النبي عليه الصلاة والسلام على الفطرة قال له ده شنو ده؟ قال له أنا سيد قومي بيجدوني. النبي صلى الله عليه وسلم قال له السيد يعطي ولا يعطى، سيد بدي لكن حامد بابكر فاضي؟ ما فاضي، داري لقيت قروشك. حامد بابكر شغال شنو؟ بيغش المساكين، ويا ريت لو بيغشهم ياكل قروشهم وزراعتهم وان كان ده حرام وباطل ويمشي يسافر، لكن ده بيغشهم في دينهم ذاته. ولذلك يا اخواننا الزول ده استدلاله جبيل قال استدل بالآية الرحمن فاسأل به خبيرا. هنا عندنا المجلد السادس من تفسير ابن كثير أدلق من سورة الفرقان، نشوف هل تفسير الآية إنه فاسأل به معناه تقول يا أبويا الشيخ الحقني، ولا معناه إذا أشكلت عليك مسألة تسأل العلماء زي ما ربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ده تفسير ابن كثير المجلد السادس. طيب الصفحة 420، صفحة 420 سورة الفرقان. طيب الآية رقم 59 الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. قال ابن كثير فاسأل به خبيرا أي استعلم عنه من هو خبير به عالم به فاتبعه واقتدي به، وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه سيد ولد آدم على الإطلاق في الدنيا والآخرة الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فما قاله فهو الحق وما أخبره به فهو الصدق، وهو الإمام المحكم الذي إذا تنازع الناس في شيء وجب رد نزاعهم إليه، فما وافق أقواله وأفعاله فهو الحق وما خالفها فهو مردود على قائله وفاعله كائن من كان. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل الآية. وقال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولذلك قال تعالى فاسأل به خبيرا، قال مجاهد في قوله فاسأل به خبيرا ما أخبرتك من شيء فهو كما أخبرتك، وكذا قال ابن جريج، وقال ابن عطية فاسأل به خبيرا هذا القرآن خبير به. يعني فاسأل به خبيرا تعمل شنو؟ لو أشكلت عليك مصيبة ترجع للكتاب وللسنة. ربنا قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ربنا قال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإن الله لا يحب الكافرين، ربنا قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ده كلام المؤمنين عرفت. ولذلك ده كذب من حامد بابكر، عشان كده زغ من المناظرة ليه؟
والزول جابوا سوغوا ليه؟ اسمه منو الزوغ؟ جيب له اسمه. اسمه منو؟ ها؟ الميم داود ده الجابو ده احمد داود ده زوغته ليه؟ كلكم تعالوا تعالوا كلكم صف زي ما فعل السحرة ان شاء الله يا تتوبوا يا تتوبوا. فهمت؟ كلكم زي السحرة وقفوا صف والقوا شبهكم ونحن نلقي عليها عصا عصا موسى عليه السلام آيات آيات بينات من القرآن أدلة واضحة نقبضك بكلام الأئمة قبضة أشد من الزردية والله ما تزوق لأنه عندنا أدلة أنت قال لك بنحجيك هنا لا في الهبر وملو حفروا البير جابولوا دلو ولا الشايق واقف توب حمار في الطين راجي الصالحين يدوا البنزيمة حماره يطير مع الطائرين يا زول في حمار بيشتغل مع بنزين ببنزين تباري حامد بابكر والله يشغل لك البعوضة ببنزين. طيب لسه أنا ما جيتك يا حامد بابكر ده الموضع الأول. طيب وكلام كثير جدا لو دار أقف معه لكن نمشي ليه كذبة تانية تفسير ابن كثير المجلد الخامس صفحة 462 قال يجوز البناء على القبور القبب القبب يا أخي القبب دي الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح مسلم حديث أبي الهياج الأسدي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل علي علي قال للتابع ده قال لي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تجعل قبرا مشرفا إلا شنو سويته القبة دي مشرفة ولا ما مشرفة ها فوق للمشرفة ذاته إلا سويته عشان كده لما تمشي مقابر الصحابة ما بتلقى فيها قبب وأضرحة وهكذا طيب أيوة الصفحة 462 طيب الآية بتاع سورة الكهف هنا قال تعالى ده تفسير ابن كثير تفسير ده تفسير القرطبي تفسير ابن كثير ايوه 192 ايوه دي أدلة واضحة ما بتقدر تناقش للمجلد الخامس المجلد الخامس ونجيب المجلد الخامس طيب فكلام العلماء إن أخواننا قال الذين غلبوا على أمرهم استدل بالآية دي لنتخذن عليهم مسجدا العلماء قالوا هذا قول أهل الغلبة يعني الناس اللي عندهم شنو القوة ده ما فعل الفتية وإنما هذا فعل شنو فعل المشركين المشركين كانوا يستخدمون قوتهم يستخدمون قوتهم ولذلك العلامة ابن كثير عليه رحمة الله قال وهذا فعل الغلبة نقول لك كلامه بالنص طيب هذا لك قال في قوله تعالى فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم اعلم بهم اي سدوا عليهم باب كهفهم وذروهم على حالهم قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين احدهما انهم المسلمون من والثاني اهل الشرك منهم فالله اعلم فكلام
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. يحذر ما فعل. وقد روين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما وجد قبر دانيال في زمانه في العراق بفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده فيها شيء من الملاحم وغيره. يعني عمر بن الخطاب في زمن لما لقى قبر لنبي من الأنبياء قام عم على الناس أمر هذا القبر حتى لا يقع الناس الشرك. فكونك تجي تقول ودي قبة ثانية إنه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ده ما فعلها هذا الحق. ذي الناس اللي عندهم قوة وعندهم سلطان أهل الغلبة ذي نفسهم قالوا لفرعون قالوا قال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. ذي أهل الغلبة أهل الغلبة في الغالب ذي المكذبين. عشان كده ربنا حكى عنهم ناس قريش القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربي إنت رحمة الله تقسمها إنت. طيب فدي كتبة نمرة اثنين. طيب قال من الكلام اللي قالوا مسألة صلاة الفاتح ودي قد يكون الشبهة دي ذاته ما عارف. الجزء 7 من تفسير ابن كثير الجزء 7 الصفحة 207 لأنه بيديك شبهة يقول لك علي بن أبي طالب أول من قال صلاة الفاتح. يا دول الكلام ده علي بن أبي طالب ما ثابت وده كلام ابن كثير قام قطعه ما جابه كله. طيب قام نقل لك قال حديث آخر طبعا ابن كثير جابه في قوله تعالى إن الله وملائكته صلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أول حاجة عرفها إنه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أجل العبادات عشان ما يغشوا يغشوا بعض المسلمين الجهال يقول لك ديل ما بصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. يا دول نحن بنصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ودي من أعظم العبادات عرفتها. والنبي صلى الله عليه وسلم جاءوا أبي وقال يا رسول الله كم أجعل لك من صلاة أي من دعائي. قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. دي حاجة قالوا لك حافظة انت حافظ الليل بارد يا ناس ولا لو بدور كاس وين الناس ده ما حافظ الحاجات دي ما حافظ. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة من العبادات. والإمام البختري عليه رحمه الله عنده كتاب اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم فيه ذاكر فيه أكثر من 50 أو قرابة 100 فائدة في من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم وما يجي من الأجر. قال لي الثلث. قال ما شئت وإن زدت فهو خير. قال إذن النصف إلى أن قال إذن أجعل لك أو أجعل صلاتي كلها دعاء لك أو صلاة عليك. فقال إذن يقضى همك ويقضى دينك وتكفى همك. فالشاهد من الكلام المسألة الأولى لأنه إحنا دايرين الناس يا أخواننا المحاضرة دي ينشروها لأي زول تكذب كذب كلها دايرين الناس قالوا كده صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة لكن العبادة ما بها مزاجة أبي حوار. هنا الصيغة لابن كثير جابة عشان الضعيف قال وقد روينا من طريق أن عليا قال كان بيقول اللهم داعي المدعوات وبارئ المسبوكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيد وسعيدها اجعل شرائف صلواتي ونوامي بركات الى اخره الى ان يقول على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدافع لجيشات الاباطيل كما حمل فاطلع بامرك بطاعتك مستوفزا في مرضاتك الى اخره. يلا ودي في لجنه ولك شايف جابوا ابن كثير. ابن كثير جابوا ليه؟ جابوا ليه سؤال؟ جابوا عشان يبين لك انه باطل. طيب يلا هنا نجيب لك كلام العلامه ابن كثير. قال قال
وكذا ابو الحسن احمد بن فارس اللغوي بجزء جمعه بفضل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. جاب لك كتاب ثاني فهو نفس الروايه. قال الا ان في اسناده نظرا. وده كلام علماء يا حبيب بابكي. انت لازم ما قادر تقرا القران كويس. ولك ولقد خلقنا السماوات والارض. هذول شوف اعتامنا عارفين انه جمع المؤنث الثاني الدكتين من الف والتاء يفتح ويكسر بجنوب الكسره. لكن المتيم حامد يجر ويفتح بجنوب الكسره على اخيه. فتقول السماوات وتقول السماوات. يا قال تتعلم الناس يا ترى وقال تفرقوا بيه تفرقوا بيه. طيب والله المشكله يا اخوان تخيل في اخر الزمان احنا نتفرقوا بحامد بابيكي. والله المشكله. قال شيخنا الحافظ ابو الحجاج المزي وده من العلماء الكبار العلماء الحديث قال في اسناد رجل يسمى سلامه الكندي هذا ليس بمعروف ولم يدرك عليا مجهول والاسناد منقطع. والمنقطع عند العلماء المنقطع عند العلماء يعني هو حديث ضعيف رسالة. وده كلام العلماء معروف في صلاة الفجر. طيب نفترض يا اخواننا انه علي بن ابي طالب جاب صلاة الفجر. هل علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال صلاة الفاتح تعدي من القرآن 6000 مرة زي ما قال التجانية في الكتاب جواهر المعاني؟ هل قال كده؟ قال جاءني داخل التجاني قال جاءني سيد الوجود يقظة لا منام. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية التي قالها أبو بكر الصديق على الأمة فوق سادات الأولياء. أبو بكر الصديق موجود، عمر بن الخطاب رضي الله عنه موجود، أفاضل الصحابة من أصحاب بدر ومن العلماء العظام الكبار رضي الله عنهم أجمعين كانوا موجودين. ما في زول اعترض على أبو بكر الصديق. بل إن عمر بن الخطاب قال والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا يأتينا ولا يأتينا رسول الله ولا يقطعن أعناق أقوام من المنافقين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. شوف ال 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 يعني ال ال المسألة كانت عظيمة كيف بعد ذلك. يعني أبو بكر الصديق لما تلا الآية من سورة آل عمران عمر بن الخطاب قال والله كأنما سمعتها حين تلاها أبو بكر. قال فوالله ما تقلني رجلاي. قال رجلي ما شالتني. قال حتى خرجت على الارض اتلوها. قال وصار الناس يتلوها. الببكي والذي يعني جلس في مجلسه وهكذا. لان اخواننا وفاه النبي صلى الله عليه وسلم كانت من الاحداث العظيمه. الشاهد من الكلام انه احمد الدياني قال جاني الرسول يقظا لا منام. دي اول كلمه. ويلزم التجارية يجيب دليل انه زول ممكن يمرق يخرج. صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى قال انك ميت وانهم ميتون ثم انكم يوم القيامه. يوم القيامه شنو؟ تبعثون. يعني بعد يكون بشيء يوم ده ظرف مكان زمان. يوم ظرف زمان لانه قال يوم شو؟ يوم القيامه. ربنا قال يوم القيامه. عرفت؟ ولذلك كونك تقول دي عقيده باطله انه النبي صلى الله عليه وسلم جاء ويقضى لا منع. قال فاعطاني صلاه الفاتحه. اول مره قال وهي تعدي 6 مرات من القران وتعدي كل تسبيح وقع من الكون. تسبيح سبحه ابو بكر الصديق عمر بن الخطاب غير من الصحابه قال تعدي وتعدي كل تسبيح وقع في الكون. وتعدل القران 6 مرات. وربنا قال قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الكذاب حامد بابكي والتجانيه ومحمد المنتصر وغيره. ام نكذب القران قول الله سبحانه وتعالى؟ نكذب
نكذب الديانة، لأن كلامكم ده مخالف للقرآن. ربنا قال في مقام التحدي: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بشوف دي صورة، إيمو صورة زي القرآن. ولذلك يا أخواننا هذا كله من الكذب والدجل والباطل، عرفت؟ طيب، من المسائل قال تعليق الثماني، ويجي يقول لك بعض السلف قالوا يعلقوا الثماني، دي تفسير من كثير الجزء السادس، الجزء السادس الصفحة 271، وأنا برضو جايب لي حجاب أوريكم له. حسي ده يهول كان بيعلقوا عبد الله بن عمرو بن العاص، بعدين أديك المسألة قبل يخش الثمانية الحجبات، الحجبات وهذا الجامعة اللي في القرآن. عبد الله بكر طبعا بيعلق هذه الحجبات. الحجبات يا أخواننا نوعين، في واحد غران، الغران ده كان منه بيض محيط بأي حاجة، غران بس. العلماء قالوا ده بدعة، ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل ولا الصحابة عملوه، كويس؟ وقالوا للزول اللي بيعلق حجاب ولو من القرآن، قالوا زول ده بخش بالحجاب الحمام. طيب سؤال، إذا خشيت بالحجاب الحمام اللي هو من القرآن، نجست القرآن ولا ما نجست؟ نجست، بجوز تنجيز القرآن؟ ربنا قال لا يمسه إلا المطهرون. فإذا خشيت به نجست القرآن. طيب تقول لي لا، أنا لما أجي الحمام بقوم بقلع الحجاب عشان ما نجس القرآن. طيب أنت الحمام ده بيت منو؟ بيت منو؟ بيت الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أزول لما يخش الحمام يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. العلماء قالوا الخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم وإناثها. فانت غاشي بيت الشيطان وما شايل حجابك، وطيب مشتريه ب 500 ألف من حامد بابكر، ليه مشتريه منه؟ ما سؤال، اذا كان للحفظ، ربنا قال والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حق، عرفت؟ طيب ده اذا كان من القران، واما اذا كان زي النوعيه دي انتوا حتتخلعوا ده حجاب شنو؟ كويس، كده افتح قبل ما نجي نرد على شبهته من كتب العلماء. شوف الكلام ده كيف لسه ماشي، افتح لك الحجاب لسه ده كم سنتي هسه. طيب هسه لو كان اشترى له سكاكين غتابه ده مش كان احسن لك الحجاب ده؟ اظنه ب 8 ولا 5 مليون ما بعرف. لسه الحجاب جاي. شوف الكلام ده كيف، انت عارف ده الجدول بتاع الاساس افتح المدرسه اظن تلقاه في مكتب المدير، شو الشغل ده قدر كيف؟ ده قران؟ دي هذه الصوره دي كلام يعني؟ ده الشغل بتاعنا اصحاب الجادكي هذا انفسكم لا اله، لا اله؟ تعرف لا اله دي معناها شو؟ معناها ده كلام الشيوعي، معناها الله واقف، عرفتها؟ ثاني هنا في ارقام 1318 138 113 81، يا زلمه تقدر تحول رصيد انت؟ طيب ثاني ما عارف ليه من جاء ويا وكيف. طيب شوف الله كاتبه هنا كيف، قل هو مش اقلبها لانه شيطان قال له كده. الصمد عرفته لم يلد ولم يكن له كفوا احد، بعد ذاك عمل نجمه وعمل ده شنو ده؟ انت مالك عصرات في الحجاب ده ولا شنو؟ شوف الكلام ده كيف، فهمت؟ نجوم وسحر وكلام غريب. ده يا اخواننا كلام ده حد الرسول صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ ها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كتب للصحابه حجاب يوم احد ليه؟ ها؟ لانه ده كلام باطل يا اخوان، عرفته؟ فده عشان كده حامد بابكر ما بيجي. ولو حامد بابكر بيكتب حجابات احنا دارين حجاب بتاع سلاح، كلنا بنبقى معاه حجاب سلاح بس ونجربه فيه وهو يلبس يلبسوا ونشلخت فينا دي، عرفت؟ والله نشلخت شليخ لما تتكلم يا اخواننا ده شنو ده؟ طيب هنا كلام سورة المؤمنون في أواخر الآيات. طيب
وأعوذ بك ربي أن يحضرون الآية 98. أشوف هذه قد يكون جابة للناس. قال يقول لك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان بيعلق القرآن على الصبيان. خلينا نشوف هل كلامه ده صح. طيب قال وقال الإمام أحمد بإسناده عن 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 عبد الله بن عمرو بن العاص شوف كان بيسوي. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم من الفزع. من الفزع معناه شنو؟ ها؟ من الخوف. أو الناس اللي يقوم شنو؟ مفزوع من النوم. قال بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها. قال عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. رواه أبو داود. شوف الكلام وين. قال البالغ بيعلمه ويحفظه لما يجي ينوم يقوله، والما بالغ كويس بيقوم بيعلقها له. عشان شنو؟ عشان يقراها وقت النوم. علق له مش عشان بس خلاص علق له ورقه. انت قالوا تابع لحامد بركي؟ لا، وانما بيعلق له عشان يقراها وقت النوم. فده استدلال باطل. فهمت؟ وهذا الكلام ايضا رده، عرفت، يوجد خلافه من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقالوا ان هذا ذريعه لان يعلق غير القران كما فتحنا لك الحجاب قبل شويه. طيب كلام كثير، انا اختم بمساله علم الغيب، ولسه الشيخ ابو بكر حيجي يفتح لك كتب السمانيه بتاعت شيخ حامد بابكر ما حيقدر يناقش فيها. طيب علم الغيب، قال الجماعه دول بيقولوا انه الاولياء والنبي صلى الله عليه وسلم ما بيعلم الغيب. الديني تفسير ابن كثير الجزء الثالث صفحة 472. هذا ليه؟ نحن ما قلنا ده كلام العلماء وده كلام رب العالمين. العلماء انت قاعد جابوه من راسهم، لكن انت حامل ما فاضي من تلقي قروش الحجبات، ما فاضي عشان تاكل بها عيش. ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل. عشان تاكل يا تاكل. طيب الآية رقم 50 من سورة الأنعام، هذه الآية. طيب ربنا سبحانه وتعالى يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة قل لا أقول لكم. طيب ده كلام ابن كثير حنقول له. يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ده كلام ابن كثير الإمام المفسر، قل لا أقول لكم عندي خزائن الله أي لست أملكها ولا أتصرف فيها. قبل ما نمشي لقدام الصوفية بيقولوا شيوخهم بيتصرفوا في الكون، زي ما قال عبد المحمود نور الدايم ده صاحب الطريقة السمانية في طابت، وده من شيوخ حامد بابكر. قال شيخه أحمد الطيب ربنا ملك الكون 30 سنة، قال فما نقص منه جناح بعوضة. انت عارف الكلام ده أبو جهل ما كان بيعارض النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ربنا قال في سورة المؤمنون ودير المؤمنين لك قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. ربنا قال فسيقولون لله. المشركين بيقول لك البيض ملكوت كل شيء هو الله، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية ولا أعلم الغيب أي ولا أقول لكم إني أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل لا أطلع منه إلا على ما أطلعني عليه.
يعني ربنا بيوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، عشان كده ربنا قال وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. عرفت؟ عشان كده حامد ابو بكر يا اخواننا ما بيجي للمناظر، ما بيجي للمناظر. ليه؟ لانه كلامه كله باطل، كل العلماء ردوا عليه، لانه ده ما كلام المسلمين، كلام حامد ابو بكر عليه من الله ما يستحب. مساله دي كده ردين على، قام استدل بشبهه ثانيه وهي شبهه قال عمر بن الخطاب قال يا ساري الجبل. القصه هما عارفه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه ارسل جيشا وعليه قائد، القائد اسمه ساريه، وساريه لقى العدو يوم الجمعه وعمر بن الخطاب في المنبر فوق. العدو اضطر جيش ساريه جيش المسلمين وحاول ان يهزمه. عمر بن الخطاب في المدينه وجيش ساريه بعيد الاف الكيلومترات. عمر بن الخطاب اثناء بيتكلم في الخطبه قال يا ساريه الجبل الجبل، معناه شنو يا حامد ابو بكر؟ تقدر تفسر؟ انت سماواتك لك من 98 ليلة ما قدرت تنزل العلامه بتاعت الفتحه من فوق دي، لو قلبتها نزلتها تحت كان مشكلتك اتحلت. ليلة من فوق ما قادر تجيبها تحت، يا اخي ما لكم على اللغه العربيه. قال له يا ساريه الجبل الجبل، اي الزم الجبل الزم الجبل. وعمر رضي الله عنه بيتكلم في الخطبه، قال الكلمه واصل في خطبته. سمع ساري هذه الكلمه فرجع الى الجبل فحموا ظهور المسلمين وانتصروا على الجيش ورجعوا المدينه. في المدينه الصحابه ما سكتوا عن عمر رضي الله عنه. قالوا لساري، قالوا لعمر اوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في وحي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وعمر بن الخطاب كما اورد اللالكائي، عرفت؟ عمر بن الخطاب حتى انكر انه قال هذه الكلمه. قالوا له انت قلتها؟ قال لا ما قلتها. ليت قلتها؟ ليت ما قلتها. لغايه ما عمر بن الخطاب تذكر وقال انما هي كلمه اجراها الله على لسان. يعني مثلا تلقى النصارى، مثلا النصارى تلقاهم زارين لهم مسلم زي حامد ابو بكر مثلا، وانت من بعيد من بعيد جيت جنب النصارى ولقيته وزارينه شديد وهو ما حافظ الآية، ده تقول لهم ربنا قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. عيسى عليه السلام وأمه كانوا بيأكلوا الطعام، ومن أكل الطعام احتاج إلى إخراجه، ومن يأكل ويخرج الطعام لا يستحق العبادة. يقوم النصراني دي تسمى كلمة شنو؟ أجرها الله على لسانه. لكن الصوفية عندهم كده، الصوفية قالوا قومات نزاول الأولياء الأقطاب ليهم نشاور، منهم خفي الحال، منهم مجاهر، منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. ده قال عمر بن الخطاب، عمر الخطاب قال كده، قال الأولياء بيعلموا الغيب باطن وظاهر. ده ما كفر بالله يا حامد ابو بكر؟ انت وقت بتعلم الغيب انت ما كنت عارفنا نحن جايين صلاه العصر؟ كنت عارف ولا ما كنت عارف؟ عرفت؟ عشان كده سبحان الله حامد ابو بكر جبال في الظهر او الدروس اللي قبلها قاعد يتكلم، بعد انتهى قال لاخواننا الاسئله، قال اي سؤال يكون مكتوب. قام له واحد صوفي من جماعته قال له عندي سؤال يا شيخ، قال له لا اي سؤال مكتوب، قال له لا انا صوفي زيك، قال له خلاص ازال، انت ما كنت بتعلم الغيب؟ ما كان تعلم انه ده صوفي زيك؟ عشان تعرف يا اخواننا ذيك كذابين ساكت، اولياء شنو بيعلموا الغيب؟ ما بيعلموا الغيب، ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيبة الا الله وما يشعرون ايانا يبعثون. انت اذا بتؤمن انه ربنا بيعلم الغيب بعدين انت بتفوض امورك كلها لله. هل بيجيب لي خير ربنا سبحانه وتعالى؟ الزراعه السنه دي نجحت؟ ما نجحت، خير، لانه ربنا بيعلم ليه الغيب. عشان كده المؤمن عنده دعاء الاستخاره،
بيستخير ربنا لأنه ربنا علام الغيوب. ها كما قال عيسى عليه السلام: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. البي يعلم الغيب الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري ومسلم: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا قال خمس مفاتح الغيب خمس، ده حديث عائشة بنجيه بعد شيء، قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. عرفت؟ وتلا قول الله عز وجل من سورة لقمان الآية الأخيرة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله براه في معه شيخ طريقة ولا فكر. فهمت؟ وحديث مسروق في البخاري لما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سأل عن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت: لقد قف شعري، يعني شعر جسمي قام مما سألتني. قالت: أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعظم ومن أظلم من افترى على الله كذبا. قال منها: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. وعلى هذا نقول: البرعي كذاب، وحامد بابكر كذاب، وأحمد الدجاني كذاب، ما بيعلم الغيب. بنص كلام منه عائشة رضي الله عنها وبنص القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت جارية تمدحه، قالت: وفينا رسول يعلم ما في الغد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بما كنت تقولين فإنه لا يعلم ما في الغد إلا الله. قصص كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم: إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. البيع لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري ومسلم: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم على الله الفرية. من حدثك أن محمدا قال خمس مفاتح الغيب خمس، ده حديث عائشة بن جبير بن الشيخ، قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. عرفت؟ وتلا قول الله عز وجل في سورة لقمان الآية الأخيرة: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله بلاه في معه شيخ طريقة ولا فكر. فهمت؟ وحديث مسروق في البخاري لما سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سأل عن هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت: لقد قف شعري، يعني شعر جسمي قام مما سألتني. قالت: أين أنت من ثلاث من حدثك بهن فقد كذب، وفي رواية فقد أعظم على الله الفرية. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعظم ومن أظلم من افترى على الله كذبا. قال منها: من حدثك أن محمدا يعلم ما في غد فقد كذب. وعلى هذا نقول: البرعي كذاب، وحامد بابكر كذاب، وأحمد الدجاني كذاب، ما بيعلم الغيب. بنص كلام عائشة رضي الله عنها وبنص القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت جارية تمدحه، قالت: وفينا رسول يعلم ما في الغد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي بما كنت تقولين فإنه لا يعلم ما في الغد إلا الله. قصص كثيرة. الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان يعلم إن شهداء أحد هيقتلوا 70 من الصحابة؟ هل كان يعلم إن أصحابه يمرون؟ أنس بن مالك قال: كنا نسميهم القراء، يخطبون النهار ويقومون الليل. يخطبون النهار ما بيمشوا يشحدوا
زي حاجة دادي كده يمشي هنا يمشي بوكر بيلاي ويمشي بيلاي وين يمشي يشحد يا ناس ويا ناس الدونة الصحابة ذي كان الواحد يمشي الفاز ويمشي الغاب يقطع شيء ويجي يبيعه الحطب وبالليل يقيم الليل يدعو الله ويعبد الله ويصلي لله جو قبائل تسمى رعل وعصية وذكوان وغيرها من القبائل قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أسلمنا جيب لنا مجموعة من الأصحاب يعلمون الدين الرسول صلى الله عليه وسلم يسلم القرآن لغاية لما حصل محيط مدير معونة قاموا شو غدروا بينهم وقتلوهم والحديث صحيح الإمام مسلم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عليهم شهر كامل كانت عليهم على المشركين لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعرف الغيب كان بيرسل الصحابة لا والله ها وإلا تكون الرسول كان بيخش في الصحابة ولذلك أنت كذاب يا حمد بكر وشيخ كذاب عشان كده قال لك القضي الحبل مالو قصية ما بتقدر تجي بناظر ما بتقدر تقول بننزل الفرق وننزل هذا اللي إذا ظلام بس لو دايت مفتوح بس في الوقت رجل المناظر تقدروا تناظر ما بتقدر طيب يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل في المسجد صلاة الصبح صح ولا ما صح؟ عليه في البخاري حديث عمرو بن ميمون الاودي والله لو قلت له اقراه وكتبت له بقى ماشي بين كريم وده اكثر من حمار يمين عن البابين تقدر تناظر؟ ما بتقدر تناظر ولو بتقدر تعال ناظر قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقدم من الصف وكان يسوي بين الناس يسوي بين الناس لما الناس استووا تمام قال فما هو إلا كبر عمر قال الله أكبر حتى سمعته يقول طعنني كم يوم أبو لوطة المجوس دفع صلاة الصبح هل كان عمر بن الخطاب يعرف الغيب إنه أبو لوطة المجوس يطعن في الصلاة عمر بن الخطاب بعد طعن وملك وقدم عبد الرحمن بن عوف أتم صلاة الصبح وشرب اللبن ومرض من الجرح وعرف نفسه إنه خلاص حيموت رضي الله عنه قال ابن عباس الحديث البخاري عند التناول يا حبيب بكر يا حمد المنتصر يا احمد داوود يا هارون الاربعه كلهم هذا الفريق الفاشل تقدر تناظر ده كلام البخاري اللي فوق فهمت؟ قال ابن عباس اذهب فانظر من قتلني لغايه ما طعن رضي الله عنهم ما عرف انه قتلني تقول لي برعي على الغيب صايم ديما على الغيب مكاشي على الغيب احمد تجاني على الغيب يقول يا اخوانا كذب وبهتان ولعب على الامه ما في واحد بيعلم الغيب طيب نفترض معاك يا حمد بريجي انت بتعلم الغيب الان البلد دي نهبوها لا سلم بل مسلم عيد الضحيه الفاضل اللي قبله كان شاف 100 راس مش صح؟ صح؟ عيد الضحيه الفاضل مش كان شاف 100 راس؟ من هنا مليان اكثر من 100 راس قال من حمد بريجي انت بتقول انت بتعلم الغيب قال لك تبقى لك في حلقومك دايما يا تكون عارف وتبقى انت تبعهم نفتح في القضيه يا تبقى انت كذاب ما بتعلم والله ما بنخليك ما ممكن تكذب وتلعب على الامه في عقائدها ونحن نخليك سهل عرفت الكلام كثير وفي كذب وفي الاستواء هنا انا جايب كلام كلام الامام ابن عبد البر المالك اي واحد من الكلام اللي قاله قال يا اخوانا الزول اللي بيقسم التوحيد لثلاثه ده قال ما يصلي ولا ده كتاب الابانه عن شريعه الفرقه الناديه ومجانبه الفرق المذمومه والله لا حامي لا احمد منتصر لا الصوفيه كلهم ما بكون سمعوا بالكلام الكتاب ده ما بكون شافوا ده متوفى سنه 387 هجري بين السلف الصالح زمان ده لا في وهابية لا في ابن تيمية عشان ما تكذب على الناس الكلام ده كله بنجي يرد على برضه اخونا الشيخ ابو بكر طيب نشوف هل تكلم عن هذا الموضوع ولا ما تكلم الجزء الثاني صفحه 227 في بيان كفر الجهميه بفرقه من الفرق قال وذلك ان اصل الايمان بالله الذي يجب على الخلق اعتقاده في اثبات الايمان به ثلاثه اشياء الايمان الواجب عليك تؤمن بالله في ثلاثه مقومات الامر الاول
أن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. كلام ده معناه شنو؟ معناه تؤمن بربوبية الله. الربوبية معناه شنو؟ الخالق المالك المدبر. خالق الكون كله منه الله، والمدبر الكون كله منه الله، والمتصرف والمالك للكون كله منه الله. ديت شنو؟ الحمد لله شنو؟ رب العالمين. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. عرفت؟ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فده النوع الاول من اقسام التوحيد، وهو توحيد الربوبيه. وده برضه ضرب في نصه كده، قال الاولياء بتاعنا بيخدموا مع الله، زي ما قال انظر هنا في كتاب ليل سلام مني فيه فصلين اخونا ابو بكر. طيب النوع الثاني ان يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب اهل الشرك الذين اقروا بالصانع واشركوا معه في العباده غيره. ده معناه شنو؟ وحدانيته زي ما ربنا قال ها انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون انا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند التناظر يا حبيب بكر يا داوود يا هارون يا غيره عند التناظر والله ما تكذب الكلام واضح لابينا. النبي عليه الصلاه والسلام سئل اي الذنب اعظم؟ قال ان تجعل لله ندا وهو خلق. عرفت؟ ده النوع الثاني تدعو الله وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. عرفت؟ ادله كثيره جدا متكاثره. طيب ولا تستغيث الا بالله وما تعلق التمائم وما تتوكل على غير الله وغير ذلك. موصوفا بها من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في كتابه. وقد علمنا أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق يلحد في صفاته فيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. يعني التوحيد لا بد أن يكون ثلاثة أمور: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ده كلام منه؟ ده لا كلام محمد بن عبد الوهاب ولا كلام ابن تيمية ولا كلام ابن القيم ولا كلام غيره من العلماء. كلام حتى ده كلام منه؟ ده كلام السلف. سلف الدليل الثاني دليل الاستقراء. الاستقراء معناه شنو؟ معناه انت تقرا مثلا العلماء بتاع اللغه العربيه قالوا الكلام ده بيتكون من اسم وفعل وحرف. في ايه جابت الكلام؟ ابو جهل كان بيعرف الكلام ها؟ العرب الاوائل كان بيعرفوا اسم وفعل وحرف. التجسيم ده كان عندهم ها؟ الكلام ده كان عندهم ما كان عندهم، لكن ده يسمى بالاستقراء والتتبع. طيب سنن الوضوء في دليل قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث مثلا سنن الوضوء كذا وكذا، فرائض الوضوء كذا وكذا، في دليل قال فرائض الوضوء كذا، نواقض الوضوء كذا. لا، وانما ده العلماء يرعون شنو؟ بالاستقراء والتتبع. يعني يقولوا الايه دي، يقولوا الايه، كل الايات اللي جات في الوضوء، شوفوا يا اخي والله الوضوء ده ينقلوا الخارج من السبيلين، النوم الثقيل، ينقلوا يا اخي. كده ده يسمى بالاستقراء. العلماء اشتغلوا الايات اللي بتتكلم عن التوحيد والايمان، الوقت بتتكلم عن ثلاثه امور، اما عن الاسماء والصفات، اما عن الربوبيه، اما عن شنو؟ الربوبيه والعباده. طيب معلش يا شيخ ابو بكر، انا استاذن في الصوفيه ده يوصلوك ليه؟ ليش؟ يا اخواننا خلاصه كلامهم دائما يوصلوك انه ولد زي ربنا وانا احد. شيخ ابو بكر حيجي من دم كتبه ده الكتاب ده بيبيعوه جنب جامعة الكتب اسمه دار الاصفاد وعنده رقم اذاعه وكده، وعنده طبعة ثانية بيروها في سكة العملة، الحين بيطلعوا البلغة بتاعنا دي 50 أو 20 وكده بنفس الكلام. المهم ده بجيب ببين، لكن أنا برضو بحيط ثاني اسمه الدار السكانية للكتب على يدي الإصالة. عرفت؟ خالص مع الشكر كم دفعت عليهم وشكروني، يعني
عشان قاعد يبدا يشوفه. طيب شكلنا ما نقدر ينازل. لا حامل لا غير. قال عندهم شيخ اسمه ابن عربي بيتكلم في كتاب اسمه خصوص الحكم. خصوص الحكم. خصوص الحكم ده هو ده شغل بتاع زندق. كويس؟ ان تعبد الله سبحانه وتعالى لغايه ما تحصل الى درجه الاله. طيب بيتكلم في ابيات شعر عن رب العالمين. شو هو اسمع الكلام ده بنفسه. قال فيحمدني وما قدرت والتجسيم وابن تيميه يقول الله جسمه كذاب. كذاب هذه العقيده الواسطيه بتاعت ابن تيميه. ما هو الكلام ده كلام ناس اسمهم اشاعره. اللي هم ديت شنو محمد المنتصر وشنو حامد بابكي. ده كلام الصوفيه. الجسم وما الجسم؟ ده ما كلام ابن تيميه. ابن تيميه يقول الناس تلتزم بالقران. ربنا قال ويحذركم الله نفسه. ده قرأ في القران. طيب قال بيتكلم عن رب العالمين. قال فيحمدني واحمده ويعبدني واعبده ففي حال مقر به. يعني في حال اقول الله فيه وفي الاعيان اجحده في مرات اقول الله عنه. ده الصوفي وما تسال. فيعرفني وانكره. الله بيعرفه هو بيكرهه. واعرفه فاشهده فاني بالغنى وانا اساعده واسعده. تعرف الكلام ده معناه شنو؟ ده معناه بيساعد ربك. وربنا سبحانه وتعالى قال ها ولم وما كان له ولم يكن لهم فيهما من شرك وما كان معه منهم شرك من ظهير. ربنا ما عنده معيد من شرك من الخلق. الخلق ربنا لما خلق الخلق ما يحتاج الى معيد. قال لي ذاك الحق اوجدني فاعلمه فوجدني. كلام ثاني. كلام ثاني صفحة 75. قال فوقتا يكون العبد ربا بلا شك ووقتا يكون العبد عبدا بلا إثم. فإن كان عبدا كان بالحق واسعا وإن كان ربا يعني لما العبد يبقى الله كان في عيشة البنك. ومن كونه ربا كان الخلق كله يطالبه ومن حضرة الملك والملك. فكن عبد ربي لا تكن رب عبدي. انت فاهم حاجه؟ فكن عبد ربي. قال انت كن عبد ربي لا تكن رب عبدي. انت خليك عبد ما تبقى رب. فتذهب بالتعليم في النار والسبح. لو بقيت رب تدخل جهنم. ده كلامه. هذا لك الدارس الثانيه للكتب. عملنا شنو؟ طيب. ما بتقدر تنام. الكلام ده خطر. طب ولا التفسير؟ كلام كثير ها؟ في كلام انا لو قلت لك قد تتخلع. ده من شروط شروط عن تاريخهم وبيحصلوا لهم في محاضراتهم في الجامعات في غيرها من الاماكن. لكن يا اخوانا الانسان يكون حريص على دينه لان الناس ما طالبينها. وهذا يجب ذلك الكلام من الادله ومن الكتب كلام العلماء كلام غير. شكل الامام الشافعي سئل عن الصوفيه قال ما تصوف رجل اول النهار الا واتى عليه اخر النهار وهو احمر. تكون زول كويس تصلي صلاه الخمس وعقيده كويس في الجامع. كلام الشافعي. قال بعد شويه يكون النوبات والطهارات تقرا ترقص تنطق وتجي تبوس حامد بابي. اخوانا انا لما البركه البركه حامد انا لا جاهزي محينا لله والبركه من الله. لكن لو البركه هي من حامد انا البركه حامد. عزه الكلام ده طويل وكثير جدا. انا افتح فرصه لاخونا الشيخ ابو بكر في بيان هذا الكلام. اخوانا ده من اعظم الامور التي ينبغي على الناس ان يتعلموا. والانسان يفرق ويصبر تعلم العلم عشان ما تضيع عقيدتك. ده من اعظم الامور التي تطلب بها الله سبحانه وتعالى.